أخبار مؤسسة الشهداء من استوديوهات الخالدون، أهلا بكم. مؤسسة الشهداء تعلن فتح باب التقديم للدراسات الأولية في الجامعات الأهلية، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم للدراسات المذكورة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المؤسسة دعت الراغبين بالتقديم إلى ملء الاستمارة الخاصة بذوي الشهداء ضمن برنامج التقديم للدراسات الأهلية، ثم مراجعة مديريتها في بغداد والمحافظات أو مراجعة القسم العلمي بشكل مباشر لغرض إكمال إجراءات التقديم. وفد من مديرية الشهداء الكرخ يزور مجموعة مدارس دجلة الأساسية الأهلية في حي العدل للتنسيق معهم حول تخفيض الأجور الدراسية لشرائح الطلبة من ذوي الشهداء. مديرة المدرسة وسن فاروق أبدت تعاونها وأكدت اهتمامها بالطلبة من ذوي الشهداء وتخفيض نسبة 30% من الأجور الدراسية لهم، بالإضافة إلى شهر مجاناً إكراماً لهم ولعوائلهم. مديرية شهداء الصدر توزع منحة البدل النقدي الجزئي للشرائح المضاحية كل من شهداء النظام البائد والحشد الشعبي بإشراف مدير المديرية عباس فرج مهي. من جانبهم أعرب ذوي الشهداء عن شكرهم وامتنانهم لما يقدم لهم، مؤكدين حرص مديرية شهداء الصدر على تقديم أفضل الخدمات إكراما لشهدائنا الأبرار. كوادر سكرتارية اللجنة الفرعية في مقر مديرية الشهداء ذي قار تنجز 344 قرارا منذ بداية الشهر الثالث من العام الحالي، والخاصة بالشهداء والجرحى من قبل اللجنة الفرعية. سكرتير اللجنة مرتضى محمد أكد أن العمل جار على مستوى متقدم، حيث تم تجهيز أكثر من 180 ملف لغرض المصادقة والطباعة و44 قرارا خلال هذا الأسبوع. وفد مديرية شهداء الصدر المتمثل بالباحث الاجتماعي للشعبة الاجتماعية يجري زيارة لعوائل الشهداء ضمن الرقعة الجغرافية التابعة للمديرية، وتأتي هذه الزيارة لتفقد عوائل الشهداء والاطلاع على أحوالهم وأهم احتياجاتهم. مشاهدينا الأخبار انتهت، إلى اللقاء.